أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. وليدعو ربه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العلي العظيم. هل توجد في القرآن الكريم نكتة مضحكة؟ نعم، توجد في القرآن الكريم نكتة مضحكة حقيقية. يعني هناك أمور حقيقية نقلها القرآن الكريم وهي مما تضحك الثكلى. مثلا هذه الآية المباركة التي توجنا وبدأنا بها الحديث، فرعون أحد شر خلق الله، أحد أسوأ خلق الله، أحد أفسد خلق الله عز وجل، يقول عن موسى أحد أطهر خلق الله، أحد المصلحين الكبار في التاريخ، يقول عنه أنه يفسد في الأرض. هذه نكتة مضحكة أم لا؟ هذه تضحك الثكلى أم لا؟ من يقول عن من يقول ماذا؟ معاوية يكتب من هو معاوية؟ لا يحتاج إلى بيان أصلا. معاوية يكتب للإمام سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسين أحد أطهر خلق الله، أحد أنزه أزكى أنقى، أحد خيرة خلق الله. الإمام الحسين الذي الله عز وجل خلق السماوات والأراضين والبشر والملائكة والجن والحيوانات والجمادات، خلق كل شيء من أجل هؤلاء الخمسة، أحدهم الإمام الحسين. هذا الإمام الحسين. معاوية يكتب للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: اتق شق عصا هذه الأمة وأن تردهم إلى فتنة. يعني لو امرأة مات أحب أحبابها أولادها تسمع هذه الكلمة، لو تعي تضحك بصوت عالي. وعلى مر التاريخ
هذه النكتة المضحكة، هذه المهزلة البشرية على مر التاريخ كانت ولا زالت. فراعنة العصور يتكلمون كلاما سيئا عن مصلحي العصور. حروب، كنموذج، طبعا هذا أعلى نموذج. الحروب التي أقيمت ضد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من يومه صلوات الله وسلامه عليه وإلى يومنا هذا، حروب منوعة متعددة الأطراف. أصلا لا يمكن أن تحصى لكثرتها كنماذج. أولا الحرب الدينية، باسم الدين حاربوا الإمام الحسين صلوات الله عليه، وباسم الدين إلى يومنا هذا يحاربون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. شريح القاضي ومعه مئات، الكلمة غير مبالغ فيها، بالفعل مئات، مئات ممن كانوا يسمون بالفقهاء، مئات أفتوا بوجوب قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. حرب دينية ضد الإمام الحسين إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا حرب دينية ضد الإمام الحسين وضد الشعائر الحسينية، يلبسون الحرب لبوس ديني. الشعائر الحسينية توجب وهن الدين، توجب تشويه المذهب، لباس ديني. ثانيا الحرب نسميها الحداثية، الأمور التي يفهمها الناس في زمانهم. في زمانه صلوات الله وسلامه عليه قالوا عنه أنه يشق عصا المسلمين، قالوا عنه أنه يثير الفتنة. الله أكبر، الله أكبر. عمر بن سعد عليه لعائن الله أبد الآبدين في يوم عاشوراء عندما جاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام برضيعه لكي يسقوه، ما 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 للرضيع، تعلمون ماذا قال عمر بن سعد؟ قال لحرملة: أخاف أن تقع فتنة في جيشي، فتنة. سقي عبد الله الرضيع عليه السلام يسميه فتنة. عنوان الناس يفهمونه فتنة. اليوم أيضا الحرب ضد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حرب حداثية. هذه المظاهر مظاهر غير حضارية، منظر غير جميل. ثالثا نماذج طولية طبعا وبعضها عرضية، الحرب الإعلامية. من الحرب الإعلامية، من الحرب الإعلامية. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام
في إعلامهم سمي خارجيا. السيدة زينب خارجية، أنا وأنت لا نصدق، هم صدقوا. اقرأوا ماذا صنعوا بأهل بيت الإمام الحسين في الأسر. الناس معنى ذلك أنهم صدقوا. اليوم أيضا نفس الحرب، الشعائر الحسينية تدعمها حكومات أوروبية كافرة كذائية. أنا وأنت لا نصدق، الناس يصدقون. حرب إعلامية، إعلام قوي، إعلام بأدوات مؤثرة، إعلام يقلب الحق باطلا والباطل حقا، يقلب في أذهان الناس، يقلب. رابعا، الحرب بالقوة، أموال، جيش، سلاح، ترغيب، ترهيب. يا أخي على أقل التقادير 30,000 نفر كان جيش يزيد عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين، على الأقل 30,000 مدججون بالسلاح، مقاتلون. قوة. ناهيك عن الأموال الضخمة التي وزعت، الترغيب الكبير، الترهيب الكبير. حرب بالقوة، بالقوة، بقوة السلاح، بقوة المال، بقوة الجيش. وإلى يومنا هذا الحرب ضد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالقوة، يسجن، يعذب، يقتل، يمنع قانون، حكومة تمنع زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تمنع علنا أو تمنع بسن قوانين تضيق هذه الفئة لا يحق لها، تلك الفئة لا يحق لها. هذه الشعيرة لا تقام، تلك الشعيرة تضيق. إلى يومنا هذا في كل سنة قبل عاشوراء بأيام يعتقل جمع من المؤمنين ولا يطلق سراحهم إلا بعد عاشوراء، لا لأي ذنب ارتكبوه، فقط وفقط لكي لا تقام شعيرة التطبير في مدن عديدة. وأشكال لمنع الشعائر الحسينية بالقوة. بلد لا يستقبلك، خلاص كيف تتمكن أن تذهب إلى كربلاء؟ الحكومة العراقية لا تستقبل، خلاص. الحكومات الأخرى لا تعطيك ترخيص أن تخرج منها، مواطن في بلد معين الحكومة لا تعطيك إذن، كيف تتمكن أن تخرج؟ يعني بالقوة. هذه نماذج من الحروب، حروب كثيرة بأنواع مختلفة، حرب ضد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن، في زمنه صلوات الله عليه، إلى يومنا هذا. تتصور كيف تمكنوا أن يجلبوا أعداد ضخمة ضخمة ضد الإمام الحسين في
في ذلك الزمن 30,000 مقاتل على أقل التقادير، العدد أكبر من هذا بكثير، هذا أقل عدد، هذا العدد الذي شارك في قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مباشرة، للجيش كله، الجيش كان عدده كبير جدا، ميمنة الجيش، ميسرة الجيش، لا هذه الفئة 30,000 كانوا الذين اشتركوا في قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بنفسه. كيف جمعوا؟ بهذه الطرق، مجموعة منهم جمعوهم بالفتاوى، مجموعة منهم جمعوهم بالأموال، مجموعة منهم جمعوهم بالإعلام، مجموعة منهم جمعوهم بالترغيب بأشكال مختلفة، بالإخاف، حروب حروب، ويبقى الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وحده وحده وحده، فريدا وحيدا أمام هذه الحروب. ولكن نعم، ولكن ما هي نتيجة هذه الحروب ضد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ النتيجة واضحة كالشمس في رابعة النهار، انتصار الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. هذا بدرجة من الوضوح لا يحتاج إلى الدليل أصلا، من البديهيات أصلا، حقا يلزم أن يعد هذا من البديهيات. من المنتصر مع كل هذه الحروب، مع كل هذه القدرات؟ المنتصر من؟ من ذلك الزمن وإلى يومنا هذا، من المنتصر؟ الإمام سيد الشهداء انتصر. أيما انتصر؟ طبعا لا يحصل خلط كما يحاولون أن يخلطوا، لا يحصل خلط بين المصيبة والانتصار. الإمام الحسين انتصر، لماذا تبكون عليه؟ لماذا تلطمون؟ مصيبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فعل الأعداء القبيح السيء، انتصار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فعل الله الجميل الرائع. فرق بين الأمرين، فرق واضح. المصيبة من صنعها؟ الأعداء، ذلك الفعل الأقبح الأسوأ في تاريخ الخلق. نصرة الإمام الحسين من يصنعها؟ الله عز وجل. فرق بديهي، فرق واضح. ولذا قبل استشهاد الإمام الحسين الأنبياء بكوا على سيد الشهداء، بعد استشهاد الإمام الحسين أهل البيت بكوا، الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء يبكي عليه: لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. الصديقة الكبرى إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة، تبكي على سيد الشهداء. مصيبة، مصيبة أكبر مما يتصورها الإنسان أصلا. هذا من فعل البشر، من فعل الأعداء. وإلى يومنا هذا مصيبة الحسينيين مع أعدائهم من فعل البشر السيء، من فعل الأعداء السيئين. انتصارهم من فعل الله عز وجل، هذا الذي قالت عنه السيدة زينب سلام الله عليها: ما رأيت إلا جميلة، لأن اللعين قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة، من الله جميل.
الانتصار فعل الله، المصيبة شيء ثاني. انتصار أيما انتصار، حقا لا أعرف كيف لا ترى بعض العيون هذا الشيء البديهي، هذه الشمس وأبين من الشمس إلى يومنا هذا الحرب ضد سيد الشهداء، حقا لا يرون، لا يرون الانتصار لسيد الشهداء، لا يفهمون، أبده البديهيات لا يدركونها. يا أخي انظر عز طويريج هذه السنة، عينك لا ترى الملايين الذين شاركوا في عزاء طويريج، عشرات الملايين، مئات الملايين الذين شاركوا في مجالس الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في شرق الأرض وغربها، لا ترى عينك؟ لا تفهم؟ مئات الآلاف الذين اشتركوا في مواكب التطبير، ملايين الذين اشتركوا في مواكب التطبير في العالم، عينك لا ترى؟ فقط وفقط في كربلاء الإحصائية الرسمية في هذه السنة، المواكب، مواكب التطبير التي سجلت رسميا فقط في كربلاء 1550 موكبا للتطبير فقط في كربلاء، طبعا حسب الإحصائية 750 موكب من داخل كربلاء، 800 موكب من خارج كربلاء. في النجف كم عدد المواكب؟ لا أعلم، كثيرة جدا يعني ما عندي إحصائية. في بغداد، بغداد أقل من النجف في مواكبها، مواكب التطبير في بغداد هذه السنة كانت أكثر من 500 موكب تطبير. عيونهم لا ترى؟ كل هذه الحرب، حرب يوم ويومين، حرب سنة وسنتين، لا، من زمن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، من حكم آل مروان إلى يومنا هذا، حرب ضد الشعار الحسيني، تمكنوا أن يصنعوا، أن يضعفوا، أن يقللوا أصلا؟ عيونهم لا ترى؟ حقا أتعجب بعض الناس كيف لا يرى البديهيات. كل هذه الحروب نتيجتها هذا التوسع، هذا الانتشار، رغم كل الصعوبات، رغم كل الأذية. الزيارة المليونية في الأربعين لا يرونها؟ كم حاربوا الزيارة باسم الإسلام، باسم التشيع، حاربوا زيارة الإمام سيد الشهداء أم لا؟ لحى بيضاء مثل لحية شريح القاضي، عمائم كبيرة، حاربت الزيارة أم لا؟ أنا سمعت يقول حرام الذهاب، أنا سمعت حرام الذهاب إلى زيارة سيد الشهداء. لماذا؟ لأنه أنت تصب شيئا من الأموال في الحاكم الفلاني. عجيب، السفر إلى كل العالم جائز، إلى البلاد المليئة بالمفاسد، الحكومات الظالمة، كلها جائز، السفر إلى زيارة سيد الشهداء لأنك تعطي شيئا من المال، قيمة فيزا ما أدري كذا، للحكومة الفلانية الظالمة، لا يجوز، حرام. تمكنوا؟ كم مليون يزورون؟ عندما تذكر مواقع إخبارية عدوة ضد الإمام الحسين، مواقع إخبارية واضحة تريد أن تقلل من شأن زيارة الأربعين، عندما تلك المواقع تقول 26 مليون، أنا قرأت في موقع من المواقع الكافرة التي تحاول أن تخفي عظمة زيارة الأربعين، أنا قرأت كان كاتب قبل سنتين ثلاث سنوات 26 مليون زائر. عيونكم لا ترى؟ من المنتصر؟ يا أخي بديهي، وهذا لطف عظيم من الله سبحانه وتعالى. أنت الحسيني تعلم أن عملك الحسيني باق، كل شيء ينتهي، كل شخص ينتهي، الحكومات تنتهي، الجهات تنتهي، الأديان الباطلة، المذاهب الباطلة، كل شيء يذهب وينتهي، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام باقي ببقائه.
الدنيا. اللهم صل على محمد. عملك الحسيني كم هذا رائع، كم هذا مريح، هذا الإحساس كم هو مريح. عملك الحسيني مهما كان صغيرا يبقى ببقاء الدنيا، إلى آخر الدنيا باقي أثره. هذا السبيل، السبيل الآخر كيف؟ في حديث معتبرة زائدة، حديث المعتبر سندا، حديث مفصل، سمعتم مقاطع من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله يخبر بما يكون في عاشوراء، في يوم عاشوراء حسب إخبار النبي صلى الله عليه وآله الشيطان طار فرحا. بعد أكثر من هذا ماذا يريد الشيطان؟ أكثر من قتل سيد الشهداء بتلك الطريقة؟ لا يمكن تصور فاجعة أكبر من هذا، تصور جريمة ترتكبها البشرية أكبر من هذه الجريمة. طار فرحا الشيطان، إبليس كبير الشياطين، طار فرحا فجال الأرض كلها في شياطينه وعفاريته، فقال، قال لشياطينه، ماذا قال لهم؟ يا مع كلام إبليس لشياطينه، يا معاشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة، طلبنا أخذنا خلاص، وبلغنا في هلاكهم الغاية. أكثر من هذا غير ممكن أصلا، خلاص أكثر شيء كنا نريد أن نغوي البشر أغويناهم، بني آدم صنعوا هذا الصنيع، خلاص بعد البشرية التي تقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، هذه بشرية منتهية أم لا؟ منتهية خلاص. وبلغنا في هلاكهم، هلاك ولد آدم ذرية آدم، وبلغنا في هلاكهم الغاية، وأورثناهم النار إلا فئة بقيت، ما تمكننا من هذه الفئة إلا من اعتصم بهذه العصابة، العصابة يعني المجموعة، آل محمد صلوات الله عليه. فاجعلوا، الشيطان يقول، إبليس يقول للشياطين، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم، تشكيك، الله أكبر، كم من الشكوك، كم من الشبهات. شياطين، هؤلاء شياطين الإنس يأخذون ذلك من شياطين الجن. فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم، عداوة أهل البيت، وإغرائهم، إغراء الناس بهم، أغروهم بأهل البيت، يصيرون ضد أهل البيت، فقط إغرائهم بأهل البيت، لا، إغرائهم بهم وأوليائهم. هذا حسيني يلزم عليك أن تؤذيه، يلزم عليك أن تمنع، يلزم عليك أن تؤطره، يلزم عليك أن تسجنه، يلزم عليك أن تقتله. وإغرائهم، إغراء الناس بهم وأوليائهم، حتى تستحكم ضلالة الخلق، أو تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم. الحرب ضد الحسين عليه الصلاة والسلام، ضد الشعار الحسيني، إحكام للضلالة، إحكام للكفر، تقوية. ولا ينجو منهم ناج. إبليس يعرف البشر، يعرف كيان البشر عدل، أحسن من البشر أنفسهم. السبيل ما هو؟ نشر التشكيك، الإيذاء. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قتل، لا يمكن أن ينالوا من جسمه الشريف اليوم
ينالوا من جماعته، من الحسينيين، من الشعائريين، من المؤمنين. ولكن كل ذلك لا شيء، أنت المنتصر. عاشوراء هذه السنة انتهت، أعمار الناس راحت هباء منثورة، جهود، أموال، تعب أعداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في هذه السنة ذهب أدراج الرياح، وعملك أنت الحسيني باق. اللهم صل على محمد. لا أقول باق في فترة حياتك، لا، حتى بعد موتك إلى نهاية الدنيا العمل الحسيني أثره يبقى، مهما كان العمل صغيرا بالنسبة إلى عظمة عاشوراء يبقى ويؤثر ويميت. هذا في الدنيا يبقى. الله عز وجل يقول والعاقبة للمتقين، في الآخرة حدث ولا حرج. خدام سيد الشهداء أين مكانتهم؟ الذين وقفوا الشعائر الحسينية، الذين تعبوا، الذين دفعوا ضريبة من صحتهم، من وقتهم، من أموالهم، من أتعابهم في سبيل إحياء إقامة الشعائر الحسينية المقدسة، ما هو أجرهم؟ راجع كلمة وهم حداث الحسين في يوم القيامة قبل الجنة. كلمة حداث الحسين، كم هذه الكلمة حلوة جميلة. في يوم القيامة، ذلك اليوم الصعب الذي لو كان من الممكن أن يموت الإنسان لمات في يوم القيامة هولا، أنت تكون من حداث الحسين. الحسين يحدثكم وأنتم تنظرون إليه. الحمد لله الذي وفقنا، ولو للقليل القليل من خدمة الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه، وخدمة قضيته وخدمة شعائره في هذه السنة. والمولى هو مولى الكرم صلوات الله عليه، يتقبل القليل والقليل والأقل من القليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأمثالها ولأكثر منها ولأحسن منها في كل عام. اللهم بحق محمد وآل محمد، اللهم بحق الحسين، بدم الحسين، بمظلومية الحسين، بمكانة الحسين، عجل فرج مهدي آل محمد.